أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان رؤى جديدة لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار العالمي. استعرض التقرير خلاله مناخ الأعمال والاستثمار في ظل التحديات العالمية وأبرز المؤشرات العالمية المستخدمة لتقييمه. سلط مركز المعلومات الضوء على أحدث تقرير لاتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن الأونيكاد في يناير الماضي، والذي جاء فيه أن أكثر من 60% من المنظمات العالمية ترى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون له تأثير ضار على سلاسل التوريد، وقد يمتد ذلك حتى عام 2025. بدأت عملية توزيع وبيع الفراولة في الأسواق المختلفة بمحافظة القليوبية. تعد قرية الدير من أكبر منتجي ومصدري الفراولة على مستوى الجمهورية. هنا في محافظة القليوبية وتحديداً قرية الدير التابعة لمركز طوخ، لا حديث إلا عن الذهب الأحمر. فمنذ سنوات طويلة ويعد موسم حصاد الفراولة أو ما يطلق عليها الذهب الأحمر مصدر رزق لأهالي القرية والقرى المجاورة لهم. فالجميع يعمل سواء في جمع هذا الذهب من المزارع أو نقلها من الأرض لتبدأ عملية التوزيع والبيع في الأسواق المختلفة. بدأ يظهر زراعة الفراولة بالطريقة الحديثة اللي هي الري بالتنقيط، زائد ان الري بالتنقيط بيوفر معانا ميه في زراعه الفراوله. وحاليا دلوقتي يشتهر الفراوله بزراعه انواع منها الاستفال والفرتونه والفلوريدا والسويتشر اللي مشهوره بها زراعه دلوقتي. وهنا بقى الفراوله لها اول بدايه الامر بيبدا زراعه المشتل بداية شهر 4. قرية الدير تعد من أكبر منتجي ومصدري الفراولة على مستوى الجمهورية، حيث تشتهر بزراعة هذا المنتج المهم لخصوبة أرضها، بل ويتم زراعة أجود وأفضل أنواع الفراولة على مستوى العالم في تلك المنطقة. جمع الفراولة بيبدأ من شهر 9، من شهر 12 لأواخر 5، لآخر شهر 5 كده. بنبدأ بقى في البداية كده بنبدأ نبشر جمع خفيف. بيجي المحصول يجيب زرع حلو من بعد شهر 1، بعد شهر 1 كده بيبدأ يجيب محصول حلو كده شوية، وبنبدأ المحصول ده بيزيد من في الحرارة، كل ما بترتفع درجات الحرارة الزرع بيزيد. أنا طبعا بنزرع جميع الأنواع عشان يبقى عندنا الإنتاج بتاع الكل. الزراعة دي محتاجة ناس فنيين، مش أي حد يشتغل فيها. فزراعة الفراولة تبدأ من شهر أغسطس، ثم يبدأ بعد ذلك عمليات الرش والري بالتنقيط، كما يتم أيضاً الاستعانة بالأيدي العاملة لجمع المحصول من الأرض وتعبئته في أقفاص بلاستيك، ثم جمعها وبيعها. وفي ظل هذا تقدم الدولة تسهيلات لمزارع الفراولة دفعتهم إلى الاهتمام بالتوسع في زراعتها، منها توفير الشتلات المحلية بأسعار مخفضة وتقديم النصح والإرشاد لزيادة الإنتاج وأنواع المبيدات الآمنة وأماكن بيعها لتوفير منتج بجودة عالمية. كما يجرى تنظيم العديد من الدورات والندوات التوعوية والإرشادية بالحقول وبمقر الجمعيات الزراعية في القرى المختلفة. ارتفعت التوقعات للتضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، بينما استقرت لفترة السنوات الثلاث التي تلي تلك الفترة وفقا لمسح المركزي الأوروبي. وتباطأ معدل التضخم بصورة سريعة العام الماضي، ويسجل حاليا مستويات أقل من 3%، لكن المركزي الأوروبي كشف أنه قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى 2% المستهدف حتى الآن. أطلقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناجوزي أوكونغو صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير من خلال استغلال الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. وسيساعد الصندوق الشركات التي تدورها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقراً على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالهن على الإنترنت بشكل أوسع.